نظمت المديرية الإقليمية بسيدي فني على مدى يومين 25 و26 يناير 2022 دورة تكوينية حول موضوع تعزيز قدرات التدبيرية والتواصلية للسادة المدبرين صفحة التواصل الاجتماعي بالمؤسسة التعليمية على مستوى إقليم سيدي فني. وكما لا يخفاكم أن هذا الموضوع لديه ارتباط وثيق بمسألة التواصل حول تنفيذ وتنزيل مضامين القانون الإطار رقم 51/17 في شأن منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. هذه الدورة تندرج في إطار المشروع رقم 17 حول تعزيز وتعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية. هذا المشروع الذي يساهم بقوة في تنزيل باقي مضامين وحافظة المشاريع القانون الإطار من أجل تنزيله على أرض الواقع وتحقيق الإشعاع الذي نتغيّه جميعا، وهو إشعاع المدرسة المغربية في تفاعلها مع محيطها الخارجي وفي تفاعلها مع كافة المتدخلين والشركاء. اشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتابعوا صوتكم على مواقع التواصل الاجتماعي.